بقول لك ايه، انا بجد جبت اخري خالص. خدي خدي يا بنتي، ايه دي؟ بطلي عياط. شكرا. اموت واعرف انت كنتي، انا كنت فين وانت فين لما كنت بتكتبي كل ده؟ ايه ده، انت ازاي بتفكري كده؟ يا عم غور بقى من وشي، خلاص بقى انتوا الاتنين اهدوا. يا انجي ارجوكي، جاتكوا القرف انتوا الاتنين بجد بقى لكم. مش هينفع. اسكتي انجي. لا بقول لك ايه، بجد بجد انا جاتلي فكره تدمر. قول. ها، عندي فكره جامده جدا، انا عايزه اعملها بس مش عارف الصراحه يعني اعمله في ايمي ازاي يعني. فمحتاجك يا جميل يا صاحبي العزيز. اتفضل. خير. انا بص ما بحبش المقلبين اللي انا وانت بنبقى مع بعض، يعني بحس بعدم طمأنينه في الموضوع. يعني ايمي تقتلني، ايمي تقتلك، لان ايمي ممكن تخلص على واحد فينا عادي جدا. انما لما تكون مثلا انا وانت وعمر وعلي وشريف وكده بنبقى في نسبة أمان، لكن أنا وأنت لوحدك لوحدنا الصراحة لا لا لا، مستحيل أطمن يعني. اسمع بس بجد. طيب ما هو لو عجبك أو لقيت فكرة هبقى أروح أقول لهم يعملوا معانا الملبس. ما نلاقي فكرة الأول يا شيخ محمد. يا اسمك إيه أنت؟ أحمد. طيب بقول لك إيه، أنا الصراحة عندي فكرة مقلب، بس ما دام أنت مش عندك مقلب يعني. بس هو مش في إيه، في نانسي. يعني الصراحة بقى لي 20,000 قرن ما عملتش أي مقلب نانسي. انا اصلا تقريبا عمري ما عملت مقلب في نانسي غير نادرا جدا جدا. فانا جالي مقلب دمار جدا في نانسي، مش عارفه اعمله ازاي. ف بما انك ما كنتش عايزه ابداه، بس بما انك عايز تعمل مقلب وشجعتني ان انا اعمل مقلب، فانا ممكن اعمل مقلب عادي جدا. ايه رايك؟ ايه هو؟ طيب هقول لك. يا نهارك ابيض يا احمد، عايز تعمل فيا انا مقلب؟ ليلتك سودة، ليلتك سودة. ايه ده، ايه ده، في ايه؟ بسم الله مالك؟ دي انا سامعه صوتك من وانا في النص الدور اللي فوق، يعني من وانا طالعه من هنا. في ايه؟ احمد عايز يعمل فيا مقلب. تقومي معيطه؟ انت هبله. تعالي تعالي، ادخلي 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 ادخلي. ما تعيطيش يا ماما، ما تعيطيش. 100 مره نقول لك، انت ما بتتعلميش ابدا، ما تتعلميش. بيكرهني خلاص. بيحبك انت، عندك طفحه خالص في دماغك مع كان الحمل. معلش معلش معلش. ايه دي؟ اسكتي يا ايمي. ايه ده، ايه ده؟ طيب ماشي، انت عايزه ايه دلوقتي؟ ما تكلمنيش. طب بطلي عياط. طيب ايه ده، فين المناديل اللي كانت هنا؟ يا ربي. خدي خدي يا بنتي، ايه دي؟ بطلي عياط. شكرا. بقول لك ايه، بدل ما تعيطي اتعلمي مني. انا لو سمعت محمد بيعمل فيا مقلب، هو عامله فيه 50 مقلب في واحد، فتعلمي. لا ما انا ما عنديش فكره. مش ما هو عادي ما عندكيش فكره، ده طبيعي. ارمي المناديل. ايه اعمل ايه؟ اعملي ايه؟ بقولك فكري في مقلب. نعمل ايه مقلب؟ بقولك ايه، لا لا لا، انا مش عايزه اجهد نفسي خالص. الدكتوره قالت لي ما اتحركش. انتي بتسمعي ده كلام الدكتوره من امتى؟ ما هو احمد هزقني. بص المهزقه. شكرا. العفو. تهزي احمد مش تهزي على فكره. انتي مهزقه قوي قوي، ليفل عالي. شكرا، هروح اقول له يعمل مقلب فيا. تعالي هنا ارجوكي، ارحميني ارجوكي، انا بجد انا بتغاظ قوي منك. براحته، عادي عادي، مجنونة عادي. اسمعي، هتعملي مقلب فيه؟ لا، عشان مش عندي فكرة. لا انا اقول لك فكرة، مالكيش دعوة. تعملي مقلب فيه لو جبت لك فكرة. حرام عليكي. اوف اوف قوي. اوف خلاص هعمل مقلب فيه. بس بصي، طب اما تعملي انتي مقلب في احمد محمد وانا هشجعك. بس تعمليش ما نعملش مقلب في احمد على فكرة، هو احمد كيوت قوي. يا لهوي انا هعيط بجد. كيوتي، بصي شكله يا حبيبي. يا ربي يا حبيبي قوي. بقول لك ايه، انتي تعملي مقلب فيه، انتي فاهمه؟ لا فاهمه، لا فاهمه. حاضر. احمد انا اسف قوي، بس بجد مقلبك تافه على فكره. ده مقلب جامد قوي. يعني ايه، يعني ايه مقلب ان انت هتغير الاوضه؟ يعني ايه بجد بجد؟ يعني ايه يعني؟ ما هو انا ما كملتلكش. ما هو لما انا اغير الاوضه تبقى مسكونه. احمد هجيب وشك اخسره في البسين بجد. انت فكرتك ذكيه. اسمع فكرتي يا عم، لبن انت بتطلقها؟ لا خالص، حرام اكسرها.
فهو انت ليه متدلع قوي كده؟ على فكرة مش هينفع كده، لازم في مرة تقوم متعصب عليها، عشان هي ما ينفعش غير كده، هي لازم تتعصب عليها مرة لازم، وانا مش هتعصب عليها ابدا. دي نانسي حبيبي، دي نانسي على فكرة، هي اختي، عشان يعني انت حاسس ان انا بكرهها، هي اختي والله ماشي، وانا بحبها. اوكي اعمل لك ايه يعني؟ إيه يعني؟ انا عشت معاها اكتر ما انت عشت معاها. اوكي بس انا طيب معاها، انت شرير، انت ما بتحبش مراتك. لا اوكي انا اكيد بحب ايمي طبعا، بحبها جدا، بس ايه المشكله انا ما اعمل فيها مقلب، اخليها تعيط شويه وبعدين نتصالح بعدها؟ شرير قوي، انا مش هعمل لك زي ده، مش هخلي ايمي الناس تعيط بسببي ابدا، انا مش هعمل لك زي ده، انا مش هخلي احمد يعيط بسببي ابدا. يا ربي يا ربي، بقول لك ايه، انا بجد جبت اخري خالص، مش هينفع نتاخر اكتر من كده. على ايه بالظبط؟ علشان انا خلاص زهقت، احنا كل ده مستنيينهم ومحدش هيجي، انا بجد زهقت. يبقى انتي بتفكري في نفس الموضوع اللي انا بفكر فيه، احنا كده ضيعنا من وقتنا كتير جدا جدا، كان زماننا بوظنا الخطوبه من زمان. ادي الخطوبه تهببت على عينها واتعملت فعلا، واحنا خسرنا، ادينا خسرنا كل سبك. قال ايه؟ نستنى نستنى. استنيتي حبيبي، على فكره كان بسببك انتي، انتي اللي قعدتي تقولي نستنى نستنى، اهو شفتي ايه اللي حصل بسببك؟ مش انا، بسببك انت، انت السبب. امشي بقى. اقول بقول لك ايه، انا هقول لك على الخطه البديله اللي انا كنت كاتباها. اسمع. والله يا سيم، انتوا من ساعه ما انتوا اتهضبتوا وانا فرحانه جدا جدا، هيلا خلصت منك يا ليسا. قصدك ايه؟ معلش. لا ما هو على فكره يا طنط، يعني ما حضرتك ما خلصتيش منها قوي، حضرتك انا هتفضل لازقه معاكي ما تقلقيش. يعني انا مش عارفه اشكلك عشان انت ابن مهذب وجميل ومش هتمنع البنت من امها، ولا اهزقك عشان انت هيوان وزبيله وبتقنيتني؟ لا مش قصدي. انتوا ايه، انتوا دماغكم في حته تانية خالص. شوفي يا ماما، فكري يعني عشان انا اهتلت. شوفي يا حبيبي، ايه كلمه الاسد التهبه ده؟ فهو قصدي اصلا قال لي ان انا هفضل قاعده معاكي. شفتي 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 ولد جميل. انا مش فاهمه اللي حصل لك انت ومامتك النهارده، بس شكرا شكرا، انتوا عمالين تمدحوا فيا، شكرا، دي حاجه كويسه المفروض. صح صح يا حبيبي. هو انت بقيتي مريضه نفسيا من بعد الخطوبه ليه؟ مش عارف، حاسك اتجننتي شويه. لا على فكره انا ما اتجننتش، انا زي ما انا. ايه دي، انت اللي مجنون طول عمرك. ماشي. يا رب. هو انت مش شفتوش عمر النهارده؟ لا بتهيألي كان واقف في البلكونه. ما دام انت عارفه انت بتسالي. اتاكد اتاكد. يا ربي نفسي يطلع من البلكونه مره واحده. بقولك ايه، انت صلاحي ليه؟ لازم تروحي تلمي عمر العلقه عشان يلم نفسه، عشان كده ما ينفعش يا حبيبتي، ما ينفعش. يا سيبك منه بقى يا طنط، ما مجنون اصلا، تعبت منه، انا مش عارفه افكر فيه ولا افكر في ماما ولا افكر في بابا ولا افكر في زفت كارمن دي ولا افكر في ايه. اوكي يا من دي، هي مش هارس فلوس باباكي واصلي يعني. اسكت يا ليسا، اسكت، ما تجيبيش ام العيد. حاضر، قصدي اسكت، قصدي حاضر اهو، عادي عادي. طيب اموت واعرف انت كنتي، انا كنت فين وانت فين لما كنت بتكتبي كل ده؟ ايه ده، انت ازاي بتفكري كده؟ انت ايه؟ مش عارفه ازيك تشكر فيا كتير، انا عارفه ان انا محتاجه الشكر اصلا. شكرا شكرا. انا مش عارفه بجد، انت من غيري كنت هتعمل ايه كامل؟ من غيرك انا ولا حاجه يا حبيبتي طبعا. المهم انت بجد دمار، انا مش مصدق نفسي، انت ازاي فكرتي فيها؟ ازاي؟ انا عايزه اعيط بجد. لا ما تعيطش، نفذ على طول يا اهبل. طيب طيب يلا خدي شيل البتاعه دي، محدش يشوفها. ما تقلقش، البتاعة دي فعلا لو وقعت احنا هنبقى روحنا في مصيبة بجد. طب خدي بالك منها بقى. طيب طيب اوكي، ما تخافش، انا اصلا هروح اقول للشريف دلوقتي. ايوه انا كنت اقولك ان احنا نبدأ من دلوقتي احسن. مش هو فين؟ فوق؟ لا لا شريف هنا. طيب شريف اهلا. بقولك ايه، احنا بقالنا كتير قوي يعني هنا. نعم يا ماما، حضرتك عايزة حاجة؟ لا يا حبيبي اسمعني. نعم. ايه ده، في ايه؟ حضرتك ايه هيك؟ اسكتي يا بنت انتي، اسكتي، انا ما بحبكيش اصلا. ايه ايه اوكي اللي استني. ايه؟ نعم يا حبيبتي، بتحبيش مين؟ ما بحبهاش. وشريف انا من الاخر مش موافقة على الخطوبة دي. ماما بتهزري، ماما ده مقلب صح؟ مقلب، انت بتحلم. هو اصلا مين قالك ان احنا نوافق على واحده زي دي؟ احنا اللي كنا واخدينك على قد عقلك لغايه اما تخطبها والتانية تهدى كده والمتابعين يسكتوا بس شويه عشان نبوظ الدنيا. قلنا نسيب المتابعين يفرحوا يومين تلاتة ونسيبك تفرح يوم يومين.
عشان في الاخر نمنعك منها. وشريف انت لو ما بعدتش عن ليسا انت هتشوف الويلي يا شريف. ماما ماما انتي اكيد بتهزري صح؟ اصل يعني ماما احنا بقالنا تقريبا اسبوع مخطوبين. يا ماما انتي ماما انتي بتتكلمي جد. استنى مالها ليسا يا حبيبتي؟ مالها ليسا؟ قولي مالهاش ليسا حبيبتي. ليسا فيها كل حاجة، قليلة الأدب وزبالة وبيئة وقرف، وكمان غير ده كله ولا هنكسب من وراها حاجة. يعني على الأقل على الأقل لما كنا بنحاول نجوزه لنانسي، نانسي عندها فلوس. ايه ده ماما انتي ازاي كده؟ ما هي قصد اكيد مش قصدها. انا عادي بس يعني احنا اتخطبنا خلاص يا طنط، يعني اكيد هتلاقيك مقلب صح؟ وايه اللي هيخليني اعمل مقلب تافه زيكو كده؟ انا قلت لك اللي عندي، انا كنت ماشيها بمزاجي وكده، قلت فتره وهتعدي وخلاص، وقلت يوم يومين وهيبداوا خناقات، بس لا الواضح ان انتوا خلاص هي كده كده بايظه، فانا قلت اخربها اكتر بقى. كده كده خربانه، كده كده بايظه وبايظه، ما هي كده كده بايظه وكده خربانه، فمش مهم بقى انتوا فاهمين انا بقول ايه. انا اسكتي يا ليلي، اسكتي بجد عشان انتي بجد ابرد واحده هنا. دونت اه يعني انا اسفه جدا بس مع احترامي ليكي، بس حضرتك ما ينفعش تقولي كده دلوقتي، لان هو اصلا المنطقي ان بما انهم بقى لهم تقريبا اسبوع على الاقل، انا مش بحسب بقى لهم قد ايه مخطوبين، بس بما انه عدى اسبوع وحضرتك بتتغيرتي كلامك في ثانيه، يعني الصراحه واضح ان هو مقلب. يا حبيبتي ما شفتيش الحربايه بتغير لونها بسرعه ازاي؟ دي معترفه انها هلبايه. انا بس اللي اقول على نفسي كده يا زباله. ايه ده ايه ده ايه ده، انت هبله ولا انت عايزه تتدربي؟ لا يبعد يعني كده انت. ايه ده انت مكنونه خالص. ايه ده ايه ده، في ايه يا جماعه؟ ايه ده مقلب مقلب، بتهزر. وبعدين يعني كان لازم كلمه زباله دي حيب على فكره. ايه ده يا ماما؟ ايه دي يوفي؟ انا ما اعرفش والله العظيم بجد انا ما اعرفش. هو اللي ما تعرفش ما تعملش فيها اهبل يا شريف، احنا كنا متفقين معاك على كده من الاول خالص. كويس ان انت ضحكت على ليسا، بس ما ضحكتش عليها قوي لان اكتشفنا ان ابوها يعني مش زي ما توقعنا، يعني هو فعلا صاحب الشركه وكل حاجه بس مش زي ما توقعنا. انتوا بتقولوا ايه؟ عادي شريف، انت كنت متفق معاهم، انت هتصدقيهم؟ انا ما توقعتش ان هم هيبلفوا بعد كده. انتوا ازاي؟ انتوا كنتوا عاديين من امبارح، انتوا تاني هتبداوا تبوظوا حياتي تاني؟ يا عم غور بقى من وشي، خلاص بقى انتوا الاتنين اهدوا. يا انجي ارجوكي، جاتكوا القرف انتوا الاتنين بجد، بقالكوا ساعه واقف معاكم بهديكوا، ممكن تطلعي فوق يا قله الادب انت؟ انا مش متربيه، ارسلك اطول مني. وانت معلش يا حبيبي معلش، كام مره انا هديك انت معدوم الكرامه اكتر من ليلي. اسكت بقى اما نشوف الخناقه اللي جوه دي كمان. طب انجي يا عم غور. خير انتوا ايه؟ الحق يا عمر بجد. نعم معرفش هما بيهزروا ولا في ايه بجد، دول كانوا لسه قاعدين عادي وفجاه الاثنين دول معرفش هعيط. انت على طول بتعيط يا ليلي، ايه اللي حصل؟ انت مالك انت يا ست؟ انت كشره اللي انت بتشكتي من امبارح فرحه، النهارده مطلع لنا بوز القرد كده ليه؟ قصدي يعني انا اسف انا اسف انا اسف انا اسف، طلعت غلط انا اسف. احميني يا مونيكا. مونيكا هاف يا طنط. خلاص يا احمد خلاص، انا اسف ان انا قلت لك عامل فيها مقلب بجد. انت ما عندكش دم ازاي تخلي واحده زيها تعيط؟ انت لو بتحبها بجد ما تخليهاش تعيط ابدا. خلاص يا احمد انا اسف. ده ايه ده؟ خلاص ده ايه ده؟ خلاص ايوه. ايه ده في ايه؟ ايه ده يا جماعه؟ إيه. الله خناقه، مين بيتخانق مين؟ ماما انتوا اكيد. انا قلت لك سيبها يا شريف، واحنا اتفقنا من كده على كده من زمن جدا. ايه هتبدا تهزر؟ ايوه انت عارف ان احنا متفقين على كده. متفقين على ايه؟ احنا متفقناش على حاجه. هو في ايه؟ فهموني. شريف هيسيب ليسا دلوقتي حالا، لان خلاص الخطة اللي احنا كنا عايزينها اتعملت، وللأسف احنا ما اكتشفنا ان توم ده يعتبر مش مليونير زي ما احنا عايزين. احنا كنا موافقين على ليسا في الفترة الأخيرة واتفقنا مع شريف على اساس ان هو هياخد كل فلوسها، بس هو ما عرفش، فرصته خلصت، عدى اسبوع من غير ما ياخد الفلوس، واحنا اتفقنا معاه على اسبوع واحد وهو ما نجحش في الخطة بتاعتنا وخلاص. ايوه
شريف كان متفق معانا على كده، وقال ان هو اصلا ما بيحبش سيسا وان هو هيسيبها. بس شريف ايه ده، هما بيقولوا ايه؟ انت ازاي ما صدقاهم؟ انا مش فاهم، انا مش عارفه. بس هو في ايه؟ انا مش عارف. ايه ده ايه ده ايه ده، مين ده اللي متفق؟ الو انتوا بتهزروا؟ بصي يا نانسي، انا بجد اسفه بجد، ما تعمليش مقلب فيه. انا مش عارفه ازاي بتعملي مقلب فيه وهو يبقى متضايق كده. ازاي؟ انا مش عارفه خلاص. انا اسفه، انا اسفه، انا اسفه خلاص. طيب ايه ده، مالك؟ ايه ده صح، مالك؟ ماليش. انجي صح؟ اكيد انجي يعني. معلش معلش يا حبيبي، معلش معلش. انت الصراحه يعني انا مش عايزه اقولها، بس انت يعني حاول يعني تغير من نفسك عشان انت معدوم الكرامه. معلش 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 معلش، كلنا كده عادي. معلش يقعد يبص لي كده ليه؟ انتوا ايه؟ ايه ده؟ بسم الله. التجمع ده ايه؟ خارجين تفسح؟ مقلب؟ تحدي؟ ايه الاخبار؟ لا حضرتك، ليسا وشريف بيتخانقوا. لا مش بنتخانق، قصدي توم ومونيكا. قصدي مين دول؟ انتوا مين النهارده؟ اصح انتوا مين؟ اوف ازيك، اسمهم اقسم بالله اسمهم ايه؟ كامل وفريده. كامل فريده وفريده، وربنا نسيت. كاملوا فريده. ايوه ايوه في ايه، كاملوا فريده. ام الكيميا دي، ايوه هما كاملوا فريده. طيب هو في ايه بجد؟ كاملوا فريده عايزين ليسا وشريف ينفصلوا، لانه الايه طلع اتفاق ما بين ليسا قصدي شريف وتوم ومونيكا. يا لهوي، لا انا مخرف خالص. التلاتة دول متفقين على دي، بس طبعا ده مش حقيقة، لان ده ودي بقالهم 900,000 سنة مع بعض، فاكيد اكيد ده مش اتفاق يعني، صح ولا ايه؟ انا ما اعتقد، اكيد انا عارف شريف اصلا يعني. لا يا حبيبي، انت ما تعرفش حاجة عن شريف. شريف معانا من زمان جدا جدا جدا. ما حصلش. اما فين؟ ايه ده، انا افتكرتكم اتغيرتوا. لا انت ما افتكرتناش، انت عارف ان احنا كنا متفقين معاك. لا ما حصلش، انا مش عارف حاجة. هو ايه اللي بيحصل ده؟ انت كنت متفق معاهم؟ لا يا ماما، لا انت مستحيل، انت هبله، انت ازاي بتصدقيه؟ يا ماما ده شريف. ما انا عارفه ان هو شريف، اعمل له ايه يعني؟ طلع بيضحك عليكي. لا لا انا مش بضحك عليها. انت كذاب. استني يا طنط، انت بتعملي ايه؟ انا اسفه يعني، بس هو ازاي يعني؟ لا طبعا مش بضحك عليها يعني، كله واضح قدامنا. هو بنتك على فكره لابسه زيك. ايه ده، انا وبنتك بقينا عاملين زي الجاكيت بتاعك. ايه ده صح، والواحد ما يعرفش يقعد بجد ساكت. ايوه انتوا بتتخانقوا ليه؟ في ايه؟ لا ما هو احنا مش هنقعد نهتق ليه كده المله المليون يا ماما. هدولي ماما، اهدي. ايه اللي حصل؟ مالك يا ماما؟ في ايه؟ الهائي الاستاذ طلع بيضحك على ليسا. مين؟ شريف. نعم شريف. لا لا والله لا. ازاي يعني؟ معلش بس اسف، بس هو شريف ما بيضحكش على حد. شريف حبيبي، ده احنا عارفين شريف من زمان. بالظبط، ده احنا عارف، ده احنا عايشين مع شريف حرفيا، كان بيجي يبات عندنا. انتوا في ايه؟ انتوا عايزين تبوظوا اي حياه في قدامكم خلاص. انتوا اي حد هتشوفوه عايزين تبوظوا حياته وتدمروا مستقبله. انتوا ايه؟ انتوا اسكار نفسه ما كانش بيعمل كده. ليسا انت لو ما سبتيش ليف هالا انا هقول للطعم على كل حاجه. بابا ايه؟ طب قولي لبابا. اوكي انا موافقه. اوكي طيب هاتي بابا. بابا فين؟ بابا نام. عايزه يا سلام، عايزه ادخل الحمام يا بارد. عايزه ايه؟ بتنتهي اسمي ليه؟ بسم الله، انتوا بجد بتيجوا ازاي؟ احمد صح، انت ايه اللي انت لابسه ده؟ ايه رايك؟ الله انت جميل قوي النهارده. شكرا، بس مش شايفه انه ده مش وقته. صح. ايه يا جماعه في ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مالك متقسم عليا يا ملاطي يا حبيبتي؟ وسعي كده وسع. ايه يا حبيبتي، ايه اللي حصل لك؟ ايه يا كلب، قصدي ايه ده لعيب؟ شريف تلعب ايدك على ليسا؟ لا والله لا. ايه يا ماما؟ بابا لا ما حصلش. اسمع ليه جاي، اسمع، شفت توم المونيكا؟ نعم قصدي كاملوا فريدة. بقول لك ايه، ما حدش يقولك اسمع كلامي بليز. المهم مالهم؟ ما صح، هما فين؟ انا ماما قدامي اهو، انا مش نايم النهارده. مالك بنتي مصطومه ليه كده؟ وشك احمر ليه يا حبيبتي؟ انتي سخنه عيانه. ايه ده، وانت كمان وشك احمر؟ مالكو مالكو؟ بس اسمع يا بابا، الناس دي الوحشه. ايوه نوتي تفو عليهم. على ايه ده تفو عليهم؟ ايه ده، الكويسين بقالهم كام يوم. هاي كامل يا صاحبي. صاحبك اصلا بقول لك احنا كنا نضحك عليكم. انتوا هبل ولا ايه؟ انا مش انتوا عندكوش كرامه؟ بقول لك احنا نضحك عليكم، كنا عايزين فلوسكم بس طلعتوا فقراء، فاحنا هنمشي ونسيبكم. ايه
هما بيقولوا ايه. ما انا بحاول افهمك. اسمع، هما هيضحكوا عليك، والله بيضحكوا عليك. والله يعني انا مش بضحك على حد، والله اسمعني بس عشان انا عارف انت لو اتعصبت احنا اللي هنروح فيها. ارجوك. انا ايه في ايه؟ توم امنع شريف من ليسا بسرعه. ليه؟ لا يا ماما. هو في ايه؟ انا ما عملتش حاجه. انتوا عملتوا فيلم دراما عربي جدا يعني، ما تخلصوا الاربعه اللي بيعملوا مقلب يطلعوا يخلصونا ويقولوا ان هو مقلب. انا كنت هعمله، كنت بس انا ماليش دعوه فيهم بجد. يا دي النضاره، يا دي النضاره، هي ايه مش بتتحط؟ وسعوا اهو. ايه ده بجد؟ ايوه جيت. انتي وعيلتك يا ليزا طلعتوا هبلك جدا بجد. يا ضحك عليكم فعلا في ثانية. برافو يا شريف. ليزا ادي هتسيبي شريف يا اما بالعافية او بالذوق. ماما لا مش هينفع. اسكتي امشي. لا سيبيني، تعالي.